بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على الاستضافه قناه العرائش انفو اللي حضرت معنا في التظاهره الرياضيه النسخه الثانيه للعدو الريفي من تنظيم جمعيه بكاره للتنميه والبيئه والثقافه اللي عرفت هذه السنه هذه حضور متميز على الصعيد الاقليمي على الدائم القصر الكبير عمره مدينه العرائش والتلاميذ ديال المدارس والثانويات المؤسسه التعليميه بحيث بلغت نسبه المشاركه حوالي تقريبا 300 مشارك ومشاركه. وبالنسبه للنتائج الحمد لله كانت نتائج مشرفه بالنسبه لنادي اشبال العرائش الالعاب قوى رغم عدم الجاهزيه ديال اغلب العدائين لان كما هو معلوم هذه هي البدايه ديال الموسم جميع العدائين كيكونوا مازال في البدايه ديال التدريب كيكونوا بعد التوقف ديال العطله الصيفيه. الحمد لله النتائج كانت مشرفه حيث فاز العداء اسامه ايتحم بالمرتبه الاولى فئه الصغار نادي اشبال العرائش وفي فئه الفتيان فاز العداء وليد بن علي من نادي اشبال العرائش بالمرتبه الاولى متبوع بالعداء ابراهيم المنصور من نادي اشبال العرائش المرتبة الثانية. وفئة الكبيرات المرتبة الأولى كانت من ناصب العداء آية البودري المرتبة الأولى من نادي اشبال العرائش، المرتبة الثانية أمينة العمراني من نفس النادي نادي اشبال العرائش، المرتبة الثالثة سهام إيد حسين من نفس النادي يعني ثلاث مراتب أولى من نادي اشبال العرائش، بالإضافة إلى عدة نتائج أخرى كاحتلال المراتب الرابعة من طرف محمد القراع ونادر الشرقي ريان عقراش وغيره من العدائين. وراه مازال الغالبية ديال العدائين راه ما شاركوا الناشئين نظرا للبداية المتأخرة ديال التدريب والمجموعة ديال العدائين اللي متصابين تصابوا أثناء الحصص التدريبية بأعطاب. وإن شاء الله نتمنوا التوفيق للعدائين ديالنا باقي التظاهرات المقبلة سواء البطولة المدرسية الإقليمية والجهوية والسباقات الفيدرالية ديال الجامعة الملكية المغربية والسباقات ديال عدو المناطق ديال العدو الريفي والسباق ديال عدو المناطق ديال ألعاب القوى والبطولة الوطنية ديال العدو الريفي ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.